أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات مع جنوب السودان على جميع المستويات من خلال أطر التعاون القائمة بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرادات، أكد السيسي أن مصر ستظل دائما السند والنصير لجهود جوبا في بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى التزام القاهرة بتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والفني وصولا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشط، داعيا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو مستقبل أفضل. إن جنوب السودان تشهد زخما واسعا أثر دخول اتفاق السلام المنشط حيز النفاذ، وهو الاتفاق الذي فتح المجال أمام إعادة الاستقرار بالبلاد وتمكين عجلة التنمية من الانطلاق نحو تحقيق رخاء شعب جنوب السودان. وأود في هذا المقام أن أؤكد لشعب جنوب السودان الشقيق أن مصر ستظل دائما السند والنصير لجهودكم في بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية، وإننا ملتزمون بتقديم جميع أشكال الدعم السياسي والفني وصولا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام المنشط إلى جانب التعزيز التعاون المشترك. كما أضاف الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد حاليا ازدهارا غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون، مؤكدا أن مصر ستظل دائما الشقيق الحريص على دعم أبناء الجنوب. وأؤكد لكم أن مصر تحرص كل الحرص على دعم استقرار وأمن شعب جنوب السودان وتعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة، تأسيسا على ما يجمع بينهما من مصالح مشتركة متشعبة، وذلك بهدف ترسيخ أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الرسمي والشعبي بما يتفق مع أمال وتطلعات شعبينا وما يربطهما من مشاعر الأخوة والمودة والرغبة الحقيقية في التعاون المشترك لتحقيق التقدم والرخاء للبلدين الشقيقين. إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تشهد حاليا ازدهارا غير مسبوق في مختلف أوجه التعاون، دون إغفال أن مصر كانت من أوائل الداعمين لشعب وحكومة دولة جنوب السودان الوليدة، وستظل دائما الشقيق الحريص على دعم أبناء الجنوب، كما سيستمر نهر النيل كرمز تاريخي للعلاقات والصلات بين شعبينا الشقيقين.